السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مصطفى عطية، والنهاردة في نواصل دروس التدريب والتطوير، وهنتكلم على كيفية تدريب البلو كولر أو أصحاب الياقات الزرقاء في العمل، التحديات وأبرز النصائح في هذا الأمر. سواء كنت مدرب أو بتشتغل في مجال التدريب والتطوير، بيكون فكرة تدريب البلو كولر أو أصحاب الياقات الزرقاء واحدة من ضمن أهم التحديات التي يجب أنك تأخذها في الاعتبار، ولذلك حبيت أن أنا أعمل هذا الفيديو عشان يوضح لحضراتكم هذا الأمر. زي ما قلنا، فكرة وجود الياقات الزرقاء وهم أصحاب العمالة الزرقاء اللي مش بيشتغلوا في المكاتب، اللي بيفرقوا عن أصحاب الياقات البيضاء، ده مصطلح الحقيقة أجنبي بيوضح الفرق ما بين الأشخاص اللي بيشتغلوا في الإدارات والمكاتب أو الأشخاص ذوي العمالة الزرقاء البلو كولر، ودول اللي بيشتغلوا في مهن زي الزراعة، التعدين، الكهرباء، العمال في المصانع وعمال العقارات وعمال تعدين إلى آخره. دول العمالة ملح هذا الأرض اللي بيشتغلوا بإيديهم في العمل، وهؤلاء الأشخاص في الغالب بيواجهوا ببيئة عمل خارجية، بيشتغلوا في ظروف خارج العمل، بيشتغلوا أجواء وظروف مناخية صعبة، نظرا لأن أغلبية شغلهم خارج المكاتب. ولذلك هتجد هنا بأنه لديك عديد من التحديات في فكرة تدريب ووضع خطة تدريبية لهؤلاء الأشخاص، نظرا لوجود العديد من التحديات التي يجب أنك تاخدها في الاعتبار. أول وأهم حاجة أنك تعرف بأن التحديات هي أنها فئة صعبة في تدريبها، نظرا لأن هؤلاء الأشخاص، هذه الفئة، بتعتبر أنه وجود التدريب لن يضيف ليها أي شيء جديد في حياتها المهنية. كتير جدا منهم بينظر إلى التدريب وأنا بعد شوية هرجع تلميذ تاني، لا، هو بيفتكر أن هذا الأمر غير مطلوب في الوقت الحالي، ولذلك بيجد دوما أنه أنا خلاص ما بقتش تلميذ، بيكون لديه عدم اهتمام بفكرة التدريب، بيقولك إيه يا عم أنت تيجي تكلمني في حاجات انا اوريدي عارفها وانا فاهمها، او انا لسه هقعد وتعلمني، او لسه هقعد وضيع وقتي. ولذلك بتجد هنا بانه فكره التدريب بالنسبه له، او انه يتلقى محتوى تدريبي، بتكون بالنسبه له ثقيله جدا جدا عليه. تاني شيء يجب انك تعرفه فيه من ضمن التحديات لهذه الفئه، هو انخفاض المستوى الثقافي والتعليمي ليها، والحين ده بيمثل جزء مهم جدا وانت بتضع خطه التدريب، ان تعرف ان هؤلاء الاشخاص بيكون في الغالب تعليمهم غير تعليم عالي، وبتجد ان مستواهم الاجتماعي ومستواهم الثقافي منخفض، ولذلك تجد هنا بأن ده بيمثل تحدي هنتكلم عليه في كيفية التعامل معاهم من شوية. كذلك لن يغيب أيضا من ضمن التحديات أن هذه الفئة واحدة من ضمن أهم تركيزها هو الفلوس، المال. بتجد بأن العامل من هؤلاء هو في الغالب بيركز على الفلوس، بيقول لك أنا بشتغل اليومية بكذا. بتجد دوما أن المصطلحات القائمة على الفلوس دوما بتسمع معاه، والحين ده ينفعنا وإحنا بنحط الخطة التدريبية ليهم، أن دايما نربط الأهداف بطريقة مالية زي ما نتكلم كمان شوية. زي ما اتكلمنا ان هناك العديد من التحديات اللي بتفرض العديد من النتائج، ولذلك هتجد هنا بان واحنا بنضع الخطة التدريبية لهؤلاء يجب ان احنا نراعي مجموعة من الامور. اول واهم شيء ان انا يجب اني اتعامل مع هؤلاء الفئة باحترام. اسوأ شيء ان انا ادخل وانا متأفف، او ان انا داخل في برج عالي، او ان انا جاي بكلمهم ان انا قرفان منهم، او بتعامل معهم بدونية، ان هو تعالوا كده، طب اتفضلوا كده. الحقيقة ان الحاجات دي بتبان جدا جدا لأي شخص بيمارس مهنة التدريب او بيتعامل معاهم، والحقيقة هؤلاء الاشخاص بيكونوا حساسين جدا لاي شخص بيتكلم معاهم باي طريقة فيها نوع من انواع التعالي، هو بيلقط فورا هذا الامر. ولذلك حاول دوما انك تراعي هذا الامر في بالك قبل ما تدخل ليهم، ان هؤلاء اشخاص يجب ان احنا ندربهم بطريقة ايجابية ويستحقوا فعلا ان احنا نطور منهم، ولا يستحقوا ان احنا نعاملهم باي نوع من انواع الاحتكار. تاني نصيحة من النصائح، انه ابتعد دوما عن استخدام المصطلحات باللغة الانجليزية او المصطلحات العربية المعقدة. ما ينفعش مثلا اقول لهم الهيلسي اند سيفتي واكلمهم طبعا معايير الصحة والامان، ما ينفعش افضل اكلمهم باللغة الانجليزية، او ان انا اقول لهم الصحة والامان وهم مش عارفين ايه هي الصحة وايه الامان. حتى لو هقول مصطلح، يجب ان انا فورا اوضحه ليهم بطريقة بسيطة جدا، واحاول قدر الامكان ان انا ابتعد تماما عن ان انا اتكلم باي مصطلح انجليزي معاهم، حتى لا يتم فصلي عنهم، او انهم يبصوا انهم خايفين او متوترين، او ان انا مش عارف اتكلم، انت بتتكلم معانا في حته تانية. حاول دوما انك تبتعد عن هذا الامر. ثالث شيء يجب ان يتم مراعته، حاول ان يكون لديك نوع من انواع القيام بربط اهميه عملهم بالنسبه للمؤسسه. اسوأ شيء ان الشخص ده بيكون حاسس ان عمله لا يوجد له تقدير في المنشاه، دوما احساس التقدير بالنسبه له بيكون مهم، ولذلك حاول انك دوما يكون لديه نوع من انواع القدره على التعزيز بالاحترام، حاول انك تساعده في هذا الامر، حاول انك تدعمه في هذه الامور، حاول تقول له
ان شغلكم بيمثل جزء كبير في المؤسسه، ان انت بتشتغل الشغل ده بيأثر على ربحيه الشركه، شغلك ده مهم جدا، واي شخص بيقصر في دوره فيكم بيضرب في سمعه الشركه، وانت اهم واحد في الشركه وانت افضل واحد في الشركه بالنسبه لنا، انت واجهه العميل. حاول دوما ان انت يكون لديك نوع من انواع التعزيز باهميته حتى ترفع من ثقته بنفسه. رابعا، حاول وانت بتصمم المحتوى التدريبي بتاعك سواء برزنتيشن او باوربوينت او اي حاجة انت بتعرضها، حاول ان يكون لديك مزيد من الاهتمام بالفيديوهات والصور المتحركة والصور، حاول انك تقلل قدر الامكان من الكلام، حاول ان تملى الباوربوينت بتاعك بصور توضح لهم بصور كتيرة جدا جدا وفيديوهات ومحتويات تعبيرية والعاب، حاول ان دايما يكون لديك اهتمام بهذا الجانب. زي ما احنا قلنا قبل كده ان هناك انخفاض في المستوى الثقافي والاجتماعي والتعليمي، وده بيفرض عليك ان انت تنزل بالمستوى معاهم لمستوى الفيديوهات والصور، علشان ده بيكون بالنسبة لهم اسهل في الفهم واكتر من وسيلة للوصول اليهم بطريقة جيدة. خامسا، اربط الهدف التدريب بفلوس. زي ما احنا قلنا ان هذه الفئة بتركز كتير جدا على الفلوس، ولذلك حاول دوما تربط هذه الامور بالفلوس. حاول تقول لهم انك لو انت حسنت من عملك وفقا للتدريب اللي انا هتكلم فيه، التدريب اللي احنا بنديه ده يا شباب هيؤدي الى انك بتحسن من عملك، ولما تحسن من عملك ده هيرفع من مستواك في السوق، فهتاخد مرتب اعلى، حاول دوما ان انت تربط لهم اهدافهم الماليه بخطط التدريب، وتوضح لهم اهميه التدريب ده بيساوي كام في النهايه. سادسا، احكي قصص كتيره عنهم. حاول ان انت يكون لديك احكي قصص الحياه، زي ما احنا قلنا الفئه دي بتحاول ان انت تستفيد من القصص، حاول ان انت تحكي قصص، وحاول ان القصص دي تكون لناس شبههم، تقول لهم ان انا كنت في احدى الاماكن، وان انا فعلا دربت حد كان شغال نفس الوظيفه بتاعتكم وادى نتائج جيده، واتدرب على اللي انا بديه لكم ده، وادى الى ان هو اتحرك من مكانه لمكان اخر، وبقى دلوقتي ما شاء الله في كذا وحقق كذا. حاول دوما ان انت تنجح لهم ليه قصص نجاح، قصص ايجابيه، واتكلم معاهم فيها، ده يؤدي الى انهم بيكون لديهم نوع من انواع القدره على الاستماع ليك، وبتزرع فيهم الامل، وده يؤدي الى وجود نوع من انواع الرغبه في الاستماع ليك اكتر. وراعي ان القصص دي تكون حقيقيه وليست قصص مختلقه، حاول انك تدور في اي قصه حصلت ليك وتكتبها وترجع تعرضها بالوقت المناسب علشان يكون لديهم انسات واستماع ليك. سابعا، انزل وتحرك في القاعه. اسوأ شيء ان انت تلتزم بوجودك داخل القاعه، او ان انت لا تتحرك من القاعه. الفئه دي بتحاول ان انت تقرب منهم، انزل ليهم، قرب منهم، اتكلم مع ده، سلم على ده، روح لده. حاول ان انت تنزل في القاعه وانت بتدربهم، ان انت بتتحرك يمين وشمال، حاول انك توصل ليهم علشان يكون لديهم نوع من انواع القدره على التواصل معاك، وحاول ان يكون في هناك انشطه بدنيه تحركهم فيها، تعمل لهم لعبه او حاجه معينه علشان توصل ليهم وتتحرك معاهم، علشان توصل معاهم لنتيجه ايجابيه. ثامنا، لا تنسى ان انت تعطيهم شهادات على هذه الدوره، شهادات ورقيه ليست شهادات الكترونيه، نظرا لان هذه الفئه بتحاول انها تحصل على هذه الشهاده بيكون ليها تقدير بالنسبه لهم، وحاول انها تكون بلغه عربيه او انها تكون بانجليزيه بسيطه، وان كنت افضل انها تكون باللغه العربيه علشان يعرفوا ويقروها، ولما يروحوا لاهلهم يمكن يعلقوها في الصالون او الصاله، ده هيكون بالنسبه لهم افضل نجاح ليك، علشان انت وصلت ليهم لفئه وحسستهم بتقديرهم لنفسهم، وكمان اديت لهم شهاده على اتمام هذه الدوره. لا تنسى في نهايه الدوره التدريبيه ان انت تديهم رقم الهاتف بتاعك البيزنس او رقم الهاتف الخاص بيك للعمل، حاول ان انت تدي لهم، وحاول انك تقرب ليهم وتقول لهم لو حضراتكم احتاجتوا اي حاجه يا شباب، لو انتوا عاوزين اي حاجه رقمي معاكم في اي وقت، تواصلوا معايا على الواتساب او المكالمه، هتوصل ليهم وهيحبوك وهيكون ليك نصيب من نجاحهم باذن الله تعالى. مره ثانيه، النصائح التي يجب انك تراعيها وانت بتدرب البلو كورر، اولا الا تقرف منهم او تعاملهم باحتكار لانهم حساسين جدا وبيعرفوا، ثانيا انك تبتعد عن المصطلحات باللغه الانجليزيه او المصطلحات المعقده، ثالثا حاول ان يكون الباوربوينت بتاعك مليء بالفيديوهات والصور، وانك تقلل الكلام قدر الامكان، احكي لهم قصص كتير، قصص نجاح وقصص لناس تشبههم، ده يؤدي الى وجود نوع من انواع التعزيز للتدريب بتاعك، حاول ان يكون لديك تحرك في القاعة، ما تقعدش متخشب او في مكان واحد، كذلك حاول ان تعطيهم شهادة، نظرا لان الشهادة بتمثل ليهم جزء كبير في كيفية اتمامهم لهذه الدورة، اربط التدريب بتاعهم كمان بفلوس علشان ينور معاهم ويسمع معاهم، ودايما وضح لهم قد ايه هم مهمين للشركة وعنصر مهم وليس ليهم سوى مزيد من التقدير في المستقبل باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك في القناه، ولا تنسوا في حاله وجود اي استفسارات شرفنا رد عليها في التعليقات او على الصفحه الرسميه على الفيسبوك مصطفى عطيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.